ركز معايا حياتي كسدية دجاج بس ايش في قلبك في قلبك. عندنا دجاج مقطع مكعبات حنعطيه بهار مكسيكي او زيت زيتون، تقليبة بسيطة وخليه يرتاح شوية. صاج حامي، هنا عندنا دجاج جاهز حنزله. بعدها تشويحة بسيطة ونزل عليه فلفل الوان وبرضو اكمل تشويح. عندي خبز تورتيلا وعندي جبن موزاريلا من الصافي. في النصف الاول ححط الموزاريلا والخلطه اللي سويناها وشويه ذره عليها واغطيها بالموزاريلا مره ثانيه واقفل عليها بالطريقه هذه. صاج حامي بخيناه بالزبده، ححط التورتيلا وبخها من فوق من الزبده واقلبها مره ثانيه. شوفوا ما شاء الله كيف، حقطعها مثلثات. ابغاك تشوف كيف من جوا. واو، بنفس الخطوات حسوي لي كمان حبتين ثانيه. يا سلام، هذول هم. وحزين صحني بسلطة طماطم وشوية ورقيات وفلفل علامة الجودة وشوية ليمون، وعلينا وعليكم بألف عافية.